عن جد فظيعة، ما حق ماما تسميها فظيعة. مسكينة يا ماما، كل ما صار معها شيء بتفتح لها تليفون وبتحكي لها عنها كل شيء. يا حرام يا ماما، عاملتها مستشارتها واخذة ليفة ماما وشامبو ماما عم تتحمم فيه. لا وشو بتلبس بيجامتها، واضحة تصرفاتها، واضحة بدها تتقمص شخصيتها. ما سمعتي شو قالت؟ بضاعة، وإذا سلموك البضاعة. لا مو إذا سلموك، إذا دفعوا لك سلمون بسرعة. معناتها أنتي مطيعة خاطفة ماما وعندها شركة. حبيبتي يا ماما لازم ترجع لو شو ما صار. يا رب عمل فيني شو ما بدك بس رجع لي ماما. سمني يا رب، دعبرني يا رب، ارفع لي ضغطي يا رب، طلع بوشي يا حبوب يا رب. يخلصوا رورو، لازم ندفع مصاري، لازم ندفع مهما كان الثمن. اسكتي هلا اسكتي، تركيني اعرف فكر. لازم نعرف وينها، لازم نعمل شيء، لازم نعرف وينها. اذا عرفنا بنخبر الشرطه. عليا روحي جيبي لي ورقه. انا ما دخلني بخاف هلا تطلع لي مثل الشيبه من الحمام. روحي انتي. انا بدي ماما. هلا ماما بيكون صار لها شيء؟ لا لا اكيد ماما بخير، بس نحن لازم نعرف وينها. انا رايحه اجيب ورقه. مشان شو الورقه؟ مش بدك تسايب ورقه؟ هلا اسكتوا واذا صار شيء خطوني. ايه هي اوضتنا وماما وهذا المطبخ وهي اوضه القعده. نحن لازم نسرقها هون على الكنبايه. واحدة بتتخبى لهون والتاني بتتخبى لهون، والهجوم المركزي لازم يكون من هون. بتعود هي شو بتنزلك هون على الكنبايه، ما بيعود فيها تتحرك ابدا. فهمتوا الخطة؟ ايه فهمناها. يعني بالمرحلة الأولى أنا بقطع خط التليفون، بركي خالو اتصل. ايه بدق على موبايلاتنا بيعرف أرقامها. بتسكروا الرنات وبتخبوا موبايلاتكم منيح، وإذا سألتكم وينهم بتقولوا لبرات البيت. وين نخبي موبايلاتنا؟ أنا بعرف إرني تخبوها ما حدا يلاقيها. أصلاً أنا كل ما تضايقت منك بقفيلة قرض من أغراضك وبتدوري بالبيت كله وما بتلاقي شيء. فضحتي حالك. هلا بدك تقري وتعترفي وين بلاش الخدود تبعي. انتي هافيتي مو هيك؟ ايه انا هافيته بعد ما غنيمتي لي عصفوري بحس الظهر لانك تضايقتي من صوته. ايه انا بفرجيكي حسابك بس لترجع امك. روحي طالعي. بالله مشان تعرفي وين خبيته؟ ودفتر تليفوناتي انتي هافيتي كمان؟ ايه انا هافيته بعد ما صرحتيني بتليفوناتك وما خليتي لي دور حتى تقدر فيتي قبل ما تسافر على العادية. خلصنا بقى، خلصنا انت وياها وياها. نحن منتهيين بقصة اختطاف امكم، ما عرفانين شلون نرجعها، وانتم عم تحكوا حكي بلا طعمه. وليه؟ نظارات السود وينه؟ لا هدول ما دخلني فيهم. انا هفتت لك دفتر المذكرات تبعك. ماشي ماشي يا عليا ماشي، بس مو هلا وقت الاحاديث الجانبيه. المهم المرحله الثانيه بنستدرجها على المطبخ، والمرحلة الثالثة وهي الأهم. ولا تنسوا عنصر المفاجأة والإشارة اللي اتفقنا عليها. بغمسكن هيك شلون؟ لك شو بكون؟ كلمة السر فظيعة فظيعة. لك مو الإشارة فظيعة فظيعة. عم تحكوا علي؟ ليش لك ما عم تردوا علي؟ صار لي ساعة عم بندهلكن، ليه ما عم تردوا؟ وأنا لما بكون تعبانة ما بيعود عندي أبداً من انواع الروح الرياضيه، وما بسمح لاي حدا اندهله ما يرد علي. على اي حال مو مشكله، انا اصلا وعدت لامكم اني روضكم وغيركم عاداتكم السلوكيه السيئه، وهي اجت الفرصه على بارق المستريح. بس مو هلا، لاني هلا تعبانه ونعساني، صار لي اكثر من 30 ساعه بلا نوم، وقله النوم تخلي الخلايا بالجسم مو قادره تتجدد، وقلة الحركة بالنسبة للرياضي بتسبب آلام بالعضلات يلي أدمنت الحركة. ايه طنط ايه طنط، لازم لازم يعني تعملي رياضة. اعمليها هون بالمطبخ، لازم طنط بالكون طابق خامس، لازم كتير ضروري هون نقدر نحسك نزلك. لا انتي لازم نام بالأول.
الرياضة الواحد لازم يمارسها وهو شبعان نوم، لأنه الخلايا ساعتها بتكون بأوج نشاطها تماما مثل الدراسة. كيف الواحد بفيق بكير بيدرس بيقوم بيستفيد، هي مثل هي. انتو كمان لازم تفوتوا تناموا لأنكم تعبانين ونعسانين. مبارح لاحظت عليكم ما نمتوا منيح، مشان هيك هلا كلنا مننام ومنفيق منلعب رياضة. يلا لنشوف كلنا سوا. أنتي هدول فرقة بتعرفيهم؟ طلعي من الحمام يا عنيدي يا يابا، والله وحلو شعري. أنتي أنتي فوتي نامي فوتي نامي، نحن مانا نعسانين، فوتي. غرفة ماما كتير مريحة، تخت مريح، باب واحد، طابق خامس، فست هوا. جاهلين صحيا، ما بعرف شو بدي لكم. أنا فايتة نام، بس بالأول ناولوني هالتليفون، أنا ناطرة مكالمة مهمة جدا. بعدين بركي اتصلت أمكم شغلة ضرورية. أنتوا دائما بتشغلوا التليفون. هاتي هالسماعة لشوف، مو بس السماعة والموبايلات كمان. يلا فيفي يلا يارا يلا يلا حبيباتي يلا ناولوني هالسماعات يلا. أنتي وين بدك تعدي؟ هون قعدتلكن على الكنباية. زبطت الخطة. يلا يا بنات بلا ما يا على الموبايلات التليفون. يلا يا بنات. ما حدا إلا نشبحها مثل الخواريف، راسها لتحت ورجليها لفوق مشان ينبوا عيونها بتقوم تحترف بسرعه. لا 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 صعبه، شلون بدنا نقلبها؟
قلتك يلا راسي لفوق ورجلي تحت. اتفقنا؟ اتفقنا. قوموا لالكون يلا. صفقة أدوات وأواعي بده يشتريها النادي، بس المدير نصاب ما فيني أعطيها بدون ما يدفع، بعدين بيعذبني وما بيدفع لي، خاصة إنه هلأ النادي بأمس الحاجة إلها، بده يدخل ضمن مباراة أفضل نادي بالتجهيزات. علينا علينا يا أنتي فظيعة. طب قولي لنا قديش بدك تطلبي بهالصفقة؟ بركي نحن منعطيكي. معلش انا روحي رياضيه ومقدره انه بالكم مشغول على امكم وهذا الشيء سبب لكم تشويش بوظائف الدماغ، بس انا كمان مشغول بالي عليها، مشان هيك بقترح عليكم تفكوني مشان نعمل شويه تمارين تركيز ذهني، بركي على اساسها بنعرف وين امكم. فكك ايش عم تضحكي علينا؟ حرام فيفي حرام، خلينا نفك لأمتي مطيعة، مشغول بالي على أمنا. مشغول بالك على أمنا؟ ما أصلا أنت وحدة بتغاري منا، بدك تقتليها وتاخدي المصاري. أسرع أسرع هلا هيني. فهمت شو يعني سفاحة؟ يا سفاحة فكك مشان تقتلينا. طونت طونت اعترفي اعترفي، وين الماما؟ أحسن ما شوه لك وشك. ما بتعودي تلعب رياضة بحياتك ولا حتى بالسجن. يا بنات أنا تعبانة هلكاني، صار لي أكتر من يومين بلا نوم. عن جد عن جد عن جد انا بحبكم. طب انا شو رح اعرفني وين امكم؟ انا وياها رحنا على المباراه سوا، ضربت ايدي عليها ما لقيتها، طيب شو بعمل؟ رح يصير معي ديسك بظهري، رح يصير معي على فكره وضع الدوره الدمويه ما نو سليم ابدا، رح يصير معي غرغرينا. غرغرينا ولا غرغرينا؟ لا 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 تردي، تركوني انا بتصرف، امشي على المطبخ. أنا بنت أختها. إيه بتقلك أحسن إذا ما اتصلوا فيك. لا 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 شو تتصل فيهم؟ عم بتقلك رجع البضاعة مطرح ما جبتها. عم بيقولي رجع البضاعة لمضايا؟ إيه رجعها. لا شو رجعها؟ خليه يجيبها لهون على البيت أحسن. يما إسكا كيف بيعرفوا إنه هون بيتها؟ طيب قلي له الودي على النادي، هونيك في ناس كتير ما بيقدروا يعملوا لها شيء. معك حق. بنعود ننزل دغري ونروح على النادي، بعود فينا نقدر نتصرف اذا بدهم يلعبوا بديلهم. صح. الو الو سيد زاهر بعدك معي؟ ايه بتقول لك رجع البضاعه على النادي. ايه 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 غيرت رايها. قد ايه بدك تتصل؟ نص ساعه ثلاث ارباع الساعه؟ ايه كثير منيح، بنلاقي كنيك. ايه بتلاقي كنيك. الله معك، مع السلامه. وهلا لازم ننتقل للشرطه نخبرهم. هاتي قومي خلينا نشوفها.